إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فقرة مهمة الحقيقة حول أفغانستان. وحكومة طالبان تفرض الحجاب في الأماكن العامة، ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على النساء. أثار هذا الأمر لغطا وجدلا كبيرا الحقيقة في الأوساط العربية وغير العربية. أغاض العلمانيين بشكل كبير في بلداننا العربية. الكثير من القنوات العلمانية التي تنفث سمومها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الحقيقة أظهرت هذا الغيظ وهذا الحقد على الإسلام وعلى المسلمين. لماذا أنتم يعني يؤلمكم هذا الأمر بشكل كبير؟ فرض الحجاب، هذا الحجاب الشرعي فرض من الله سبحانه وتعالى، تفرضه دولة على شعبها، أين المشكلة؟ الحقيقة هناك أيضا أمر آخر، أن الكثير من القنوات الإعلامية تكذب وتتحرى الكذب دائما ولا تتحرى الصدق، وتعلن بأن طالبان تفرض البرقع وليس الحجاب لإثارة اللغط أكثر، بما أنه موضوع البرقع هناك خلاف فيه بين العلماء. الحقيقة حول هذا الموضوع نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر الهاتف الدكتور سعيد الأفغاني الأكاديمي والمختص في الشؤون السياسية. دكتور سعيد الأفغاني، تحية لك. السلام عليكم ورحب بكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك دكتور سعيد. في البداية لو توضح لنا حقيقة هذا القرار الذي أصدرته حكومة طالبان الخاص بالحجاب، ما حقيقته وعلى من فرضته وفي أي أماكن؟ نعم، قبل كل شيء أحب أن أذكر بعض النقاط العامة بشأن الحجاب. طبعا الحجاب تعتبر من الأوامر الله التي تتعلق بعباد الله المؤمنين، وهذا أمر يعني لقد شرعه الله في القرآن العظيم للمؤمنين والأمة الإسلامية. وهذا يعني الحجاب أو الأمر بالحجاب ليس أمر مختص بحكومة طالبان، بل هو يعني أمر واضح شرعي فرضه الله على عباده المسلمين. والنقطة الثانية، طبعا الشعب الأفغاني تعتبر يعني من الشعوب الإسلامية بعد أن وردت الإسلام إلى أفغانستان، وهذا الشعب العظيم تهتم بكافة الدفاتير والأوامر الإسلامية والشرعية، ومن ضمنها طبعا الحجاب. وتعتبر المجتمع الأفغاني قسم النساء يعني طبعا لديهن اهتمام خاص بالحجاب. ولكن طبعا يعني كانت أفغانستان لمدة 20 سنة محتلة من قبل الدول الغربية على رأسها أمريكا، وهذا الاحتلال ما كانت فقط سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بل كانت هناك تجري يعني الغزو الفكري والثقافي ضد ضد القيم الإسلامية والأفغانية. يعني تقصد دكتور سعيد اليوم هو تصحيح أوضاع للشعب الأفغاني الذي بطبيعته هو شعب مسلم ويتوق لتطبيق الشريعة الإسلامية. طب هناك تفصيل دكتور سعيد، لأن هناك بعض القنوات يعني قال بأنه تم فرض البرقع، فقط للمعلومة وللتصحيح، هل تم فرض البرقع أم فرض الحجاب؟ أستاذ محمد، المهم في الشريعة وهو الحكم الشرعي أن تكون المرأة المسلمة والمؤمنة محجبة، ولكن كل الشعب لديها ثقافة الخاصة وحضارته الخاصة بنسبة لبس الحجاب. البرقة تعتبر في أفغانستان من ضمن اللبس للحجاب، يعني هذا تعتبر من الحجاب المرأة الأفغانية، وبدون ما تأمر حركة طالبان أو الحكومة الأفغانية بأن تلبس المرأة الحجاب، فالنساء الأفغانيات يعني تراهن كلهن يعني يلبسن حجاب بشكل عام، يعني البرقة بشكل عام يستخدمون البرقة. فالبرقة تعتبر من لبس الحجاب الأفغاني المختص بالحضارة الأفغانية والثقافة الأفغانية. وهذا ليس بأن طالبان فرضت البرقة للحجاب، لا، بل قال في هذا الإصدار الحكومي بأن المرأة يجب عليها أن تكون محجبة، وذكر للمثال
أن تلبس البرقة أو الحجاب العربي المتداول، يعني يعني المرأة التي تظهر وجهها وكفيها لن وغير ذلك. نعم المرأة التي تظهر وجهها وكفيها لن تقع تحت مقصرة القانون الأفغاني بعد هذا القرار. طبعا يعني هناك يعني أفغانستان تتابع في قوانينها الإسلامية والفقهية المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي طبعا يعني تستثنى الأقدام والرجلين وكذلك الوجه من الحجاب، يعني من النقاب والحجاب بشكل خاص. كيف رأيت ردات الفعل في بعض المنصات الإعلامية العربية حول هذا الأمر، وكأن الأمر يطالهم هم بشكل رئيسي وبشكل مباشر؟ دكتور سعيد. أستاذ محمد، ما لاسف الشديد يعني هناك القنوات العربية خاصة المتأثرة بالفكرة العلمانية، يعني هم لقد تضخموا هذه القضية وهذا الموضوع، مع أن القوانين الدولي يسمح لكل دولة أن تكون لها خيارها في قضاياها الداخلية، والحجاب طبعا يعني أمر شرعي، والأفغانستان وشعبها دولة إسلامية وشعب مسلم، فعليها أن تعامل يعني هذا الجدل حقيقة. فقط في الإعلام العربي، هل هناك جدل حول هذا الأمر داخل أفغانستان؟ وأختم معك دكتور سعيد. في أفغانستان يعني استقبل عامة الناس هذا القرار، ولكن طبعا ممكن هناك بعض التعليقات من قبل بعض الشباب أو بعض المثقفين المتأثرين بالفكرة العلمانية، ممكن نعم. لديهم يعني آراء مخالفة. نعم نفس الفريق. نعم دكتور سعيد الأفغاني الأكاديمي والمحلل السياسي والخبير في الشؤون السياسية، كنت معي في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة من برنامج مستقبل.